استشهاد نقيب في الجيش الوطني إثر انفجار لغم بجبل شعاندي. الجامعة العامة للتعليم العالي تتمسك بالإضراب المقرر في الرابع من الشهر الجاري. وفي لبنان 15 قتيلاً و49 جريحاً في اشتباكات طائفية بمدينة طرابلس شمال لبنان. أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. انفجر اليوم في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل شعامبي لغم أصفر حسب المعطيات الأولية عن استشهاد النقيب في الجيش الوطني فوزي الدريدي في انتظار نقل الجثة إلى المستشفى الجامعي بالقسرين، كما أصيب وكيل على مستوى الرأس والرجلين. نفى المدير العام لشركة الخطوط التونسية رابح جراد اليوم خلال ندوة صحفية خبر التفويت في الشركة رغم الخسائر التي تكبدتها، ودعا الحكومة إلى النظر في وضعية الشركة خلال الجلسة الوزارية القادمة بتطبيق برنامج يهدف إلى إعادة هيكلة السياسة التنظيمية للشركة. نفى اليوم رئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية رابح جراد الأخبار التي روجت حول التفويت في الشركة رغم الخسائر التي تكبدتها. تفويت غير مدرج، لم يقع التطرق ليه في أي مناسبة لا رسمية ولا شبه رسمية. الوضع كما قلت كل شركة تعرف خسارة كبيرة مدة 3 سنوات إلا بتكون الوضع الصغيرة بتاعها صعب، وذلك علاش احنا طالبين الجلسة الوزارية المقبلة باش تنظر في مشروع الإنقاذ بالكامل وتدرج في مشروع المالية التعهدات ولا مساهمة الدولة لتنفيذ المشروع. كما طلب رئيس المدير العام والنقابة العامة للخطوط التونسية الحكومة بالنظر في وضعية الشركة خلال الجلسة الوزارية القادمة بتطبيق برنامج إنقاذ من خلال مساهمة الدولة للتقليص من الخسائر. الطالبين منه هو أن الحكومة اليوم توقف مع الخطوط التونسية في برنامج إعادة الهيكلة بتاعها وبرنامج الإنقاذ. هذا يتطلب إمكانيات دعم ولا باش يسلفونا فلوس حتى نبيعوا طائرات رئاسية، وباش نجموا اليوم أن نقاوموا المنافسة بلان فينانسي قاعدين نتسائلوا باش يدخل ولا لا، اليوم الحكومة واعية باش تقف معنا ولا لا، هذاك هو اللي مقلقنا. وقد تم وضع برنامج إصلاح لإعادة هيكلة الشركة كتغيير الأسطول الجوي والتحسين من نوعية الخدمات، هذا إلى جانب فتح خطوط جديدة مع أوروبا الشرقية وكندا. أكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اليوم خلال ندوة صحفية تمسكها بالإضراب المقرر في الرابع من ديسمبر الجاري، وذلك بعد فشل المفاوضات مع وزارة الإشراف. كما أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة أن الوزارة أغلقت باب الحوار مع الجامعة وتواصل سياسة القرارات الفوقية وازدواجية الخطاب على حد قوله. إضرابنا في الواقع هو إعادة للتحرك النضالي الذي خذناه يوم 10 أكتوبر. إعادة لماذا؟ لأن الوزارة بقيت في نفس الخانة، يعني خانة عدم تطبيق الاتفاقات المضاة، التسويف والمماطلة في التفاوض، وفي الأخير عدم المضي في اتجاه إصلاح المنظومة الجامعية بتجميد لجنة إصلاح المنظومة الجامعية التي لم تجتمع اللجنة الوطنية منذ أكثر من 5 أشهر تقريبا، وبالمقابل يتهمون الطرف النقابي بمقاطعة هذا التفاوض. من قاطع التفاوض؟ أعتقد أن الإجابة واضحة وصريحة والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لأنه لم يوجه دعوة إلى كافة الممثلين في هذه اللجنة الوطنية، سواء كانوا ممثلين للهيكل البيداغوجية أو ممثلين للهيكل النقابية أو حتى ممثلين للوزارة. لكل هذه الأسباب نحن نخوض مجددا إضراب لنفس المطالب، وسنواصل في هذا الاتجاه، لأنه لا يعقل اليوم أن وزارة تمضي على اتفاقات ولا تقوم بتطبيقها. الإضراب سيكون وطنيا على مستوى التراب الوطني ككل، سيشمل المؤسسات الجامعية والمؤسسات البحثية، وسيكون إضراب مشفوع بوقف احتجاجية ومساهمة في كافة التجمعات التي ستحصل أمام دور الاتحاد العام التونسي للشغل وأمام ساحة محمد علي بتونس. انتظمت الدورة الثانية للأيام المسرحية بدار الثقافة بمعتمدية أولاد الشمخ من ولاية المهدية على امتداد 3 أيام، وانطلقت بعرض مسرحي بعنوان المراحيل لجمعية عمر خلفة للمسرح بتطاوين. وقد تم خلال هذه الدورة تقديم عروض مسرحية للكبار والأطفال وتخصيص ورشات تنشيطية مسرحية لفائدة الطفل.
دورة ثانية للأيام المسرحية بمعتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية افتتحت بعرض مسرحي بعنوان مراحيل لجمعية عمر خلفت للمسرح بتطاوين. العروض الهاوية والمحترفة للأطفال والكبار. قسمنا العروض بين الهواية والاحتراف، خذينا زوز عروض للجمعيات وزوز عروض للشركات وزوز عروض للكبار وزوز عروض للصغار. أمس انطلقت الدورة بعرض مراحيل لجمعية عمر خلفت للمسرح بتطاوين، واليوم عندنا عرض للهواة أيضا أما للأطفال، عرض لجمعية عيون المسرح بفندق جديد للأطفال بعنوان وفاء، وإن شاء الله غدوة عندنا صباح عرض الجميلة والوحش لشركة ريتاج للإنتاج، وفي المساء عندنا عرض ثورة الصبار لشركة مسرح الصورة بتونس. حضور لمندوب الثقافة بالجهة لدعم الثقافة والأنشطة الثقافية في المنطقة. المسرح أبو الفنون، المسرح اللي عنده دور كبير في التكوين، في الارتقاء بالذائقة العامة، وكذلك في النهوض يعني الطاقات الإبداعية الشابة في المنطقة. مستقبل تونس هو في هذا الفعل الثقافي، في هذا الحراك الثقافي، والحراك الثقافي أكيد هو اللي يخلق الحراك متاع المجتمع المدني، مجتمع يكون مثقف، مجتمع يكون ناهض واعي، يعرف واقعه ويستشرف مستقبله، وهذا مهم ومهم جدا، وهذه دور الثقافة في الواقع. وتشارك جمعية الفرسان للإبداع والإنتاج الثقافي بأولاد الشامخ أيضا في تنظيم هذه التظاهرة. احنا مهمتنا كجمعيين أطر نشاط ثقافي، نساعد المؤسسة بطبيعة، كافة الأفراد اللي هنا متاع الجمعية حاضرين واقفين مع بعضنا الناس الكل، على في حصر تنظيم تأطير كل ما يعني بالأنشطة الثقافية اللي هنا. عروض مسرحية موجهة للكبار وللأطفال أيضا، وتنشيط وورشات مسرحية تهدف جلها إلى ترسيخ هذا الفن لدى متساكني المنطقة. والآن ننتقل إلى الأخبار العالمية. لقي 15 شخصا مسرعهم وجرح 49 آخرون بينهم 11 جنديا في اشتباكات طائفية بمدينة طرابلس شمال لبنان بين سنة مناهضين لنظام بشار الأسد وعلويين مناصرين له. وأفاد مصدر أمني بالمدينة أن 3 رجال قتلوا برصاص قناصين حين كانوا في شاحنة في منطقة باب التبانة السنية في المدينة، واستمر تبادل إطلاق النار طيلة الليلة الفارطة. من جانبه قال وزير الداخلية السابق زياد بارود أن طرابلس تدفع ثمن سياسات تتخطى الحدود اللبنانية، وطالب السلطات باتخاذ قرار فعلي بضبط الوضع، مضيفا أن ما يحصل في طرابلس يذكر اللبنانيين بالحرب الأهلية، ويأتي سقوط الضحايا الجدد إثر تجدد المعارك العنيفة طيلة ليلة البارحة بين منطقة باب التبانة المؤيدة للمعارضة السورية ومنطقة جبل المحصن المؤيدة للنظام السوري. اندلعت صباح اليوم واجهات جديدة في تايلاندا بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين المعارضين المطالبين بإسقاط الحكومة، مما اضطر الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لحماية مقر الحكومة الخاضع لتدابير أمنية مشددة والمحاط بكتل إسمنتية وأسلاك شائكة. وقام المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالعصي، كما اندلعت مواجهات أمام مقر الشرطة المركزية حيث تم إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع، وأقفلت غالبية الجامعات في بانكوك أبوابها اليوم لأسباب أمنية. هذا وقال قائد الأمن الوطني التايلاندي اليوم أن الشرطة تستخدم أعيرة مطاطية لتفريق المحتجين الذين يحاولون اقتحام مجمع يضم مكتب رئيسة الوزراء ومنشآت حكومية أخرى في إحدى المناطق بالعاصمة بانكوك. وبهذا الخبر نصل إلى نهاية النشرة الإخبارية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.